مجموعة من العائلات راح تستمتع كثير في هالفعالية تحديدا، برضو جروبات الشباب راح تستمتع برضو، وراح تلقى تجارب جميلة جدا في هذا المكان. مثلا هذه اللعبة والعاب كثير موجودة في داخل كومبالت فيد تستوعب أكثر من 10 أشخاص في الجيم الواحد. تجربة جميلة جدا راح نعيشها أنا ونرجس في كومبالت فيد. تعال شوف. صراحه تفاصيلها ومعلومات عنها بيعلمنا عنها صاحب اللعبه، بس ها انت جاهز للتحدي؟ انا جاهز، تحديتيني فيها ترى بفوز عليك يا نرجس. تمام، لانه اللعبه فيها تركيز عالي جدا وبوقت سريع مره، يعني تحتاج لياقه عاليه، تحتاج تصوي بعد تصوي بعد. انا اللياقه ان شاء الله تمام. انت كيف لياقتك؟ لا انت شخصيه رياضيه تغلبين عليه في اللياقه، بس ايش فيها تصويب. يلا بفوز. جاهزه؟ هذا الشاب السعودي حيشرح لنا تفاصيل اللعبه. عطني التكتيك الان اللي في اللعبه هذه. هذه اسمها تحدي اللياقه. عندك 12 هدف 30 طلقه. في عندنا تحدي اللي جبته في 25 ثانيه تفوز. 25 ثانيه يا نرجس علشان نفوز. جاهزه؟ لازم تكون سريع ومركز. طيب تفضل. يلا انا ركبوا لها دربيل. تبي دربيل؟ يلا توكلنا على الله.